الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. الاحداث كما هي، ما زالت هناك اضرابات واعتصامات، ازمات دمياط ما زالت قائمه. العاملون في مصنع الاجريوم غاضبين جدا، بعضهم ما زال محتجز في الداخل، ممنوع عنه الاكل والشراب. خسائر حتى الان تصل الى 15 مليون جنيه ولا يوجد حل. واصل الكلام الى حد تدمير المصنع. انعكاس ده على الاقتصاد قد ايه؟ هل المصنع ده مستوفي الشروط ولا؟ عايز اقول لكم ان المصنع ده واخد قروض من البنوك بمقدار 2 مليار جنيه، وراس المال الغالب اللي فيه راس مال مصري، ولكن في الهوجه محدش بيسمع. وثيقة السلمي أو وثيقة المبادئ الدستورية، يبدو أن هناك انفراجة، كان هناك اجتماعات عديدة اليوم، غدا ستعلن تعديلات على المادة 9 و10 اللي عاملة مشاكل كثيرة، بعض المواد الأخرى هتبقى الوثيقة ليست تطبيقية ولكنها استرشادية أو مؤقتة، ليست وثيقة يجب تنفيذها فورا. بعض التعديلات هتعرفوها حضراتكم، أعتقد زميلتي لميس الحديد هيبقى عندها وقت كافي للأخبار. أنا النهاردة مش هتكلم في أخبار، أنا النهاردة عندي ضيف عزيز، فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان معنا النهاردة وهو في مرحلة عصيبة، وهو صوته يبدو عاقلا ومتزنا، مما مش عايز أقول أغضب البعض، صوت عاقل في وقت مفيش فيه حد بيسمع. البعض يختلف مع فضيلة الشيخ محمد حسان، ولكن كثيرون يتفقون معه. قد نختلف في الأفكار ونتناقش حولها، لكن لا يجوز أن يكون هناك مواقف ثابتة طوال الوقت، خاصة لما يكون عندنا عالم جليل له تاريخ طويل في الدعوة الإسلامية. النهاردة أنا هطرح على فضيلة الشيخ كل الأسئلة اللي ممكن تخطر في بالكم، أتمنى أن الوقت يتسع لذلك. عندي أسئلتكم اللي جات عبر الفيسبوك هطرحها أيضا، هناخد تليفونات حضراتكم، هتشاركونا الحوار بقلب مفتوح. سيتحدث معنا فضيلة الشيخ محمد حسان. هنطلع فاصل ونرجع علشان نبتدي على طول. محمد إبراهيم حسان، المعروف بمحمد حسان، داعية مصري، ولد في 8 إبريل 1962 بقرية دموح بمحافظة الدقهلية. حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، وعمل مدرساً لمادتي الحديث ومناهج المحدثين في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، ويقوم بالتدريس في معاهد إعداد الدعاة في المنصورة. يعتبر من أشهر مشايخ السلفية حالياً، وشارك مع وفود ذهبت إلى قرية صول لتهدئة الأزمة الطائفية التي قامت مؤخراً. يمتلك قناة الرحمة السلفية، ويدعوه عدد من محبيها على الفيسبوك للترشح لرئاسة الجمهورية القادمة. اهلا وسهلا بحضراتكم. ليست ازمه صول فقط، ولكن في كل الازمات يسال الناس اين الشيخ محمد حسان. ارتبط اسمه بقدرته على المشاركه في الحل. ورحب بضيف العزيز فضيله الشيخ محمد حسان. اهلا وسهلا، منورني يا فندم. اهلا وسهلا وبنا يبارك فيك. لدي اسئله كثيره ومتعدده، وحضرتك محور ولك مريدين كثر، ولك ايضا جمهور بيخاف مش عارف فيه بالظبط يحدد موقفه من حضرتك، يعني يسمع كلامك يقتنع ولكنه يخشى من اتجاه عام ترسخ عند الناس انه اتجاه متشدد وهو الاتجاه السلفي. هبدأ من هو ايه السلفيه؟ هل السلفيه منهج واحد؟ اتجاه واحد؟ شريحه واحده؟ السلفيه في مصر بتمثل ايه بالظبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلفية ليست جماعة، نعم، وليست حزبا، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. نعم. وأول من لقب بالسلف هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وهو على فراش الموت، حين سارها فضحكت وسارها فبكت، قال لها: وأنا لك خير سلف. فأول من لقب بالسلف هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنود أن أطمئن الجميع بأن السلفية ليست جماعة وليست حزبا من الأحزاب،
وأرجو أن نفرق بين السلفية كمنهج وبين الأحزاب التي تعمل الآن تحت راية المنهج السلفي. أرجو أن نفرق بين السلفية كمنهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وبين الأحزاب التي انضوت الآن تحت راية هذا المنهج السلفي، حتى لا نحمل أخطاء هذه الأحزاب أو أخطاء رجل ينتسب إلى المنهج السلفي، حتى لا نحمل المنهج أخطاء أي رجل ينتسب إليه أو أي حزب ينتسب إليه. هذا باختصار شديد، لأن أنا أريد أن أجيب على كل ما ستطرحه إن شاء الله تعالى. بنسمع أصوات ينتمون إلى المنهج السلفي مختلفة متباينة، في أصوات هادئة ومتزنة زي صوت حضرتك، في أصوات عالية ومخيفة الناس قلقانة منها، ترى في لهجتها من الوعيد والتهديد الكثير. ده اللي خلاني أسأل، هذا المنهج هل هو مستويات طبقات؟ كيف يمكن أن أقتنع أن السلفية هي صوت الشيخ محمد حسان، أو أقتنع أنها صوت فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أو الشيخ يعقوب؟ يعني إزاي أقدر أفرق؟ ولا كله منهج سلفي؟ أما المنهج فبفضل الله تبارك وتعالى لا يتعدد، هو منهج واضح حاسم بين، لا ينبغي على الإطلاق أن يخشاه المسلمون في ذاته، لأنه منهج الله ورسوله بفهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله. أما هذا الاختلاف في فهم المنهج فهذا أمر قدري فطري، فلا يمكن على الإطلاق أن يفهم أبناؤك في بيتك الواحد مع طرحك الأبوي الواحد، لا يمكن أن يفهم الأبناء هذا الطرح التربوي الواحد بنسق متساوٍ، بل هذا يفهمه بطريقة والآخر يفهمه بطريقة أخرى. أما منهجك التربوي الذي تطرحه في البيت كأب ومرب لهؤلاء جميعا فهو منهج واحد لجميع الأبناء. هذا الاختلاف أمر قدري فطري. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف في فهم المنهج أمر قدري وأمر فطري، ولن يتغير على الإطلاق إلى أن يرث الله الأرض من عليها، بل جعل الله هذا الاختلاف آية من الآيات الدالة على عظمته وقدرته، ولا ينبغي على الإطلاق أن نحولها نحن نقمة وسيفا للتمزيق وللتهارج وللتنازع وللخلاف. لكن أرجو فقط من الجميع إذا حاد عن المنهج بفهم الصحابة الذي هو منهج الحكمة والرحمة والأدب والتواضع والتسامح والخلق، أرجو من أي أحد حاد عن هذا المنهج فهمه المتجرد أن يعود لضبط فهمه، لا أقول لضبط المنهج، وإنما لضبط فهمه بالعودة إلى أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله، ألا وهم أصحاب النبي الذين نقول نحن فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة رضي الله عنه. إذن هو اختلاف تفسير واختلاف فهم وليس اختلاف منهج. نعم. ليه التقسيم؟ يعني السلفية كده احنا بنتكلم عن السنة. نعم. أهل السنة. نعم. ليه نلاقي سلفية وبعدين نلاقي صوفية وبعدين نلاقي إخوان، وكأن المسلمين متفرقين وبنجد نزاعات دائما وانقسام بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وصراعات، وأنا الأصح وأنت الأصوب، رغم أن الكل في النهاية يعود إلى السنة النبوية الشريفة وإلى القرآن الكريم. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام بديع لطالما كررته، وهذا كلام لو عادت إليه الأمة لفض النزاع، يقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. نعم. لو عدنا إلى هذا التأصيل ما وجدنا هذا التنازع وهذا التهارج. الله جل وعلا يدعونا إلى الوحدة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فينبغي أن تكون الأمة واحدة، وأن تكون هذه الجماعات جميعا تحت راية جماعة واحدة نشرف جميعا بالانتساب إليها والانتماء إليها، ألا وهي جماعة المسلمين. وهذه تسمية الله عز وجل لنا، هو سماكم مسلمين، فلمن نضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الرجل متهم بالتطرف والإرهاب، يقول في كلام نفيس جدا في هذه الجزئية بالذات: ليس لأحد
أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ثم يقول: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كمن تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فينبغي على الأمة أن تتحزب وتتعصب لجماعة واحدة، ألا وهي جماعة المسلمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكن أما ونتحدث الآن عن واقع، لا أريد أن أنظر بعيدا عن الواقع، هذه المسميات موجودة: الإخوان، السلفيون، أنصار السنة، الصوفيون، الجمعية الشرعية، الجماعة الإسلامية. أما وقد وجدت هذه المسميات فأرجو أن ينتبه الجميع، لا مشاحة على الإطلاق في وجود هذه المصطلحات وفي وجود هذه المسميات إذا كان الخلاف بينها الآن خلاف تنوع يثري العمل لدين الله تبارك وتعالى ولعز هذا البلد. إذا كان الخلاف بينها خلاف تنوع وليس خلاف تضاد فهو خلاف محمود. ولذلك وجدت هذه المسميات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد المهاجرون كمسمى، ووجد الأنصار كمسمى، وجد أهل الصفة، وجد أهل بيعة الرضوان، وجدت هذه المسميات لا حرج على الإطلاق. لكن متى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسميات أن ترفع؟ حين رفعت كرايات عصبية لينضوي تحت لواء كل راية المتعصبون لها الذين يعملون على إسقاط من يعملون تحت راية أخرى وإن كانت تحت راية الإسلام قرآن وسنة. حين قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي المختار: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فأنا أقول لا مشاحة على الإطلاق في وجود هذه المسميات كواقع نعيشه، بشرط أن يكون الخلاف بينها خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. ولكن الواقع حضرتك تراه خلاف تنوع الآن؟ لا. أم أنه خلاف استبداد بالرأي وخلاف فرض اتجاه ومنهج وفكر على حساب الآخر، وفي المواجهة على طول بيكون تكفير واتهام؟ أرى الخلاف لله تبارك وتعالى خلاف تضاد، وليس خلاف تنوع. ولو سألتني ما الحل، أقول في كلمتين اثنتين: في التجرد والعلم، لأن أخطر الأمراض الجهل، الجهل والهوى. أخطر أمراض الأمة الجهل والهوى، الجهل بالدليل الشرعي. وأنا دائما أقول الدليل الشرعي ليس منتهى العلم، الدليل الشرعي ولو كان من القرآن والسنة ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل الشرعي. لأنني قد أستدل الآن بدليل من كتاب أو من سنة على واقع لا يمكن على الإطلاق أن أسحب هذا الدليل على هذا الواقع، لأن لابد من فهم الواقع قبل سحب الأدلة من القرآن والسنة ليطابق هذا الواقع. وهذا ما يسميه علماء الأصول بتحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين هذه الدلالات الشرعية وبين هذه النصوص الشرعية وبين حركة الواقع المتجددة والمتغيرة. مكمن الخطر أنني قد أستدل بدليل، لكن دون فهم دقيق ووعي عميق بالواقع الذي يجب أن أسحب عليه هذا الدليل. قد أستدل بدليل عام لمناط خاص، وقد أستدل بدليل خاص لمناط عام، فأضل وأضل غيري. فأنا أرى أن الخلاف الواقع الذي يحياه كثير من المنتسبين إلى هذه الجماعات أراه خلاف تضاد، بدليل ما سمعناه في الأيام الماضية من دعوة بعض أفراد هذه الجماعات لتسلح أفرادها لمواجهة جماعة أخرى وطائفة أخرى. نعم. وهذا أمر خطير جدا. فالجهل والهوى، وإذا أردت العلاج، الجهل علاجه العلم، والهوى علاجه التجرد والإخلاص. فإن تجردنا لله تبارك وتعالى ولنصرة دين الله جل وعلا ثم لصالح هذا البلد الذي نعيش فيه وعلى أرضه، وتخلصنا من هذا الجهل بالدليل الشرعي وعدنا إلى الأئمة الصادقين وسلف الأمة الصالحين لفهم الدليل فهما دقيقا ولوعيه وعيا عميقا ولمعرفة الواقع بالعودة إلى العلماء الربانيين الذين يفهمون هذا الواقع من المتخصصين، لا يعني نبذنا هذا الجهل وحققنا العلم ونرد بأقوالنا وأعمالنا
وجه ربنا تبارك وتعالى، لا نريد يعني نصرة حزب ننتسب إليه أو نصرة جماعة ننتمي إليها، بل ولا أريد أن أحصل مجدا شخصيا أو زعامة شخصية، إنما ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم أنني لا أبتغي بكلمة أرددها في أي موقع كنت إلا وأنا أبغي وجهه سبحانه وتعالى. إن تكلم الجميع بهذا التأصيل وبهذا الضابط الذي أبينه لن ترى إن شاء الله تعالى هذا التضاد، وإنما سيكون الخلاف للتكامل وللبناء لا للهدم والصراع. هذا هو الحل. نعم. من المؤكد أن حضرتك بتختلف مع بعض دعاة المنهج السلفي، بتشوفهم أحيانا متشددين أو سبب لفزع الناس من السلفية. هل بتدور حوارات؟ هل حضرتك حريص على أن تجلس معهم تتحاورون تطالبهم بهذا المنهج العظيم اللي حضرتك بتتكلم به، تقترع عليهم؟ هل هناك حلقات نقاش حتى نصل إلى هذا الائتلاف؟ إذا كان من داخل المنهج الواحد هناك اختلافات تصل إلى حد التخوين أو التكفير أو الإبعاد أو التخويف، حضرتك بتعمل إيه ده؟ نعم، الجلسات مستمرة والحوارات بفضل الله دائمة، والنقاش لا ينقطع على الإطلاق لا قبل الثورة ولا بعد الثورة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن أود أن أؤكد لحضرتك وللسادة المستمعين والمشاهدين أن الخلاف أمر قدري ولن يزول. أنا أرجو فقط أن أؤصل تأصيلا جديدا لأهلنا في مصرنا ولأمتنا الحبيبة حتى لا نضخم الخلاف. أنا أختلف مع حضرتك وأختلف مع السي بي سي وأختلف مع كثير من إخواننا الذين ينظرون على الشاشة وأختلف مع كثير من إخواننا السلفيين وأختلف مع وغيرهم يختلفوا معي. لا حرج على الإطلاق في هذا الخلاف، وأرجو أن نقدم للأمة فقه الخلاف بصورة بينة واضحة حتى لا نجعل من اختلافنا في الرؤى وفي الطروحات سببا لتنافر القلوب وتصادم القلوب، بل والتفسيق والتبديع وأخيرا التكفير. لأن الخلاف لا يجوز على الإطلاق إن انضبط هذا الخلاف بفقه الخلاف، بمعنى اطرح ما عندك من المسائل وأنا أطرح ما عندي من المسائل، وقدم الأدلة المعتبرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بشرط أن تكون فاهما للدليل، عارفا بمراتب الدليل، عارفا بالمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، لابد لذلك من ضوابط. اطرح ما عندك من مسائل الخلاف بأدلتها الشرعية، ودعني أطرح ما عندي لنتناقش ولنضع هذه المسائل في بوتقة الخلاف، ولنظلل هذه المسائل بأدب الخلاف. لا تتهم نيتي ولا أتهم نيتك، ولا تسيء الظن بي ولا أسيء الظن بك. وينبغي على الإطلاق أن يتصور كل واحد منا أنه قد يكون معه الحق، وأن غيره أيضا قد يكون معه الحق. إذا كان الشافعي الإمام، ومن أنا إلى جوار الشافعي الذي قال رحمه الله تعالى رأي صواب يحتمل الخطأ؟ أنا أقول رأي صواب لا يحتمل الخطأ. هذا كبر، هذا كبر لا ينبغي على الإطلاق أن يقول به رجل يحترم نفسه ويحترم الدليل الشرعي ويحترم الأئمة والكبراء. الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، لماذا لا أقول أنا أيضا على الأقل وذلك أضعف الإيمان رأي صواب يحتمل الخطأ؟ بل ولماذا لا يقول محمد حسان إلى جوار الشافعي رأي خطأ يحتمل الصواب؟ يعني هذا من باب التواضع ومن باب أن يعرف كل واحد قدره ووزنه إلى جوار الأئمة والعلماء الربانيين. لكنني أقول الآن بكل كبر واستعلاء رأي صواب لا يحتمل الخطأ أبدا، بل وأتهم نيتك لا أتهم قولك فقط. فأنا أريد أن أبين للأمة أن الاختلاف أمر قدري وأمر وارد، وقد وقع من الملائكة، هذه معلومة قد تكون جديدة، قد وقع الخلاف من الملائكة بين الملائكة، وقع الخلاف بين الملائكة، وقع الخلاف بين الأنبياء، وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، والوقت لا يتسع لسرد الأدلة على ذلك، وأنا أعي كل كلمة أرددها بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كان الخلاف قد وقع بين أصحاب النبي وهم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله، لماذا لا نقبل الخلاف بين العلماء وبين المختلفين في الرؤى بشرط ألا يسيء الظن أحدنا بالآخر، وألا يسيء الظن أحدنا بأخيه، وبشرط ألا يتهم أخونا نية إخوانه الآخرين، وإنما الكل يطرح ما عنده ويتصور أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الطرح. وأسباب الخلاف كثيرة، يعني أنا أختلف معك على سبيل المثال لعدم فهم الدليل، لنسيان الدليل، لعدم بلوغ الدليل لأي واحد فينا، لعدم معرفة واحد منا بنسخ الدليل، لنسيان الدليل. هذه أسباب وقع الصحابة رضي الله عنهم في الخلاف بسببها. وأنا أود أن أوضح أن الخلاف نوعان: خلاف في أصل الملة، وهو
خلاف مذموم على طول الخط. أما الخلاف في مسائل الأحكام وفي مسائل الفروع محل الاجتهاد فهذا خلاف سائغ وخلاف معتبر، ولا ينبغي أن ينكر فيه على المخالف، لا ينبغي على الإطلاق أن ينكر في الخلاف السائغ على المخالف. يقول ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولو أردت أن أضرب لك عدة أمثلة على خلاف الصحابة رضي الله عنهم مع أن المربي والمعلم واحد وهو سيدنا رسول الله لضربت لك عدة أمثلة، يعني أكتفي بدليل واحد كما في الصحيحين قال سيدنا رسول الله للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، في كلام عربي واضح مفهوم لا لبس فيه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة مع وضوح الدليل كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، فصلى فريق منهم العصر حين حان وقت العصر، وأخر فريق صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة. الشاهد، وهذا ما أريد أن أوصله، هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فريق من الفريقين؟ أبدا. هل أمر النبي فريقا بإعادة صلاته لأن صلاته باطلة؟ أبدا. وإنما العظمة النبوية أن جمع الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فمتى ستلتقي الأمة المتفرقة في صف واحد لمجابهة العدو الذي يدبر لنا المكائد الآن في الليل والنهار؟ لماذا لا نفهم فقه الخلاف؟ أنا لا أرى حرجا في الخلاف على الإطلاق، بشرط أن يكون مظللا بأدب الخلاف، بشرط أن يكون مظللا بأدب الخلاف. وأختم الجواب على هذا السؤال الجميل بقولة أبي حامد الغزالي غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه، يقول في كلمة تكتب بماء الذهب، يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الله، بس يعرف أنه لا يعلم. لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الذي يؤجج الخلاف هو من لا يعلم، هو من لا يفقه الدليل ولا يعرف مراتب الدليل. ولا يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ولا يعرف مآلات الأقوال والأعمال. لا بد من النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال حتى لا نقع في هذا الخلاف الذي يؤدي إلى خلاف القلوب، بل وإلى التشرذم والتنازع، ولا أبالغ إن قلت وإلى التبديع والتفسيق، بل والتكفير أحيانا. حضرتك وديتني منطقة، أنا عارف أن حضرتك لا تريد ذكر أشخاص بالاسم. نعم. ونريد من هذا الحوار أن نصل إلى التجميع للتفريق والوحدة للفرقة، ولكن أجد نفسي مضطرا إلى طرحه، خاصة أن كان في لقاء بيجمع فضيلتك بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الديار المصرية، وما حدش عارف كان اللقاء ليه، وإن كان خمن البعض بأن هذا اللقاء له علاقة بالأزمة الناشئة ما بين عالمنا الجليل فضيلة مفتي الديار المصرية دكتور علي جمعة وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. كيف ترى هذا النوع من الخلاف؟ وهذا الخلاف جعل أتباع سيدي الفاضل الداعية الإسلامي أبو إسحاق الحويني يتجاوزوا في ألفاظ، ونسمع كلمات لا تليق بعالم مثل الدكتور علي جمعة والمقعد الذي يجلس عليه كمفتي للديانة المصرية. نعم، هو المجلس كان بسبب هذا الأمر فعلا. نعم، كان بسبب هذا الأمر فعلا. ذهبت قبل الحج بيوم والتقيت فضيلة الإمام وفضيلة المفتي من أجل هذا الخلاف، لأنني أدين لله تبارك وتعالى بأنه لا يجوز ولا صح على الإطلاق أن يكون خلاف بهذا الشكل يعني بيننا الآن، وبلدنا لا تحتمل على الإطلاق أي خلاف. وأنا أؤكد لك وأؤكد للسادة مشاهدين جميعا بأن أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبا إسحاق حفظه الله تعالى وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه، لا يرضى على الإطلاق ولا يقر أبدا يعني أي كلمة نبية، بل يعني كلمته مرارا وقال بأن لا أرضى بهذا ولا أقبل على الإطلاق هذا، ولكن أرجو أن يكون الخلاف محصورا في الإطار العلمي، لا ينبغي أن يكون الخلاف متداولا في ساحات القضاء ولا في ساحات الميادين. لا ينبغي أن ينقل الخلاف إلى ساحات القضاء، الخلاف العلمي، ولا إلى ساحات الميادين. أما إذا تجاوز حدود العلم لا يجوز، هذا ليس خلافا. الخلاف يجب أن يبقى خلافا في الإطار العلمي، لا حرج على الإطلاق. أنا أخالف فضيلة المفتي وأخالف يعني سادتنا وكبراءنا، وأنا بالنسبة لهؤلاء الأئمة والكبار لا شيء، لا حرج على الإطلاق كما أصلت وبينت. أن يختلف أي إنسان مع أخيه بشرط أن يكون الخلاف خلافا علميا مبنيا على الدليل مظللا بأدب الخلاف. لا ينبغي على الإطلاق أن يتجاوز
أي طرف من الطرفين، فليكن الخلاف مجردا لله تبارك وتعالى، ثم لنصرة الحق، ثم لنصرة الحق بدليله. أنا أبين الحق الذي أدين به لله تبارك وتعالى بلا تجاوز على الإطلاق، بلا تجاوز على الإطلاق. وإن شاء الله تعالى يعني أنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أعد بأن الخلاف يعني إن شاء الله في طريقي إلى الحل، أو يكاد يكون إن شاء الله انتهى. بشرنا يا ريت. وإن شاء الله نحن يعني في وعدت بجلسة بعد الحج مع فضلة الإمام وفضلة المفتي مع بعض إخواننا الأفاضل من أهل العلم والفضل، ويعني أنا قد طالبت المفتي شخصيا بالتنازل عن القضية، بحيث لا ينبغي على الإطلاق أن يكون الخلاف بينه وبين فضلة الشيخ أبي إسحاق في ساحات القضاء. حضرتك قلت لو كان خلافا، أما إذا تجاوز الخلاف وكان سبابا ماذا أفعل؟ لا، هو إن شاء الله تبارك وتعالى أنا أرجو أن يبقى الخلاف في إطاره العلمي لا يتجاوز على الإطلاق. نعم. وإن حدث يعني أي تجاوز من أي طرف ينبغي على الإطلاق أن نتجاوز هذه المرحلة، وأن يبقى الخلاف محصورا في إطاره العلمي لنصرة دين الله تبارك وتعالى، ثم لصالح هذا البلد، لأن بلدنا لا يحتمل على الإطلاق خلافا بين السلفية والصوفية، أو بين السلفيين والإخوان، أو بين الاتجاه الإسلامي الإسلامي، لا يليق على الإطلاق. ولذلك أنا أحذر من خطر الصراع الإسلامي الإسلامي، لأن هذه فتنة كبيرة جدا لا تحتملها بلدنا، بل ولا تحتملها أمتنا، ولا ينبغي الإطلاق أن يتحول الخلاف العلمي، ويجب أن يبقى الخلاف في إطار العلمي، ولنختلف وسيبقى الخلاف موجودا. وأنا لا ينبغي أن يتوهم عاقل على الإطلاق أن الخلاف سينتهي في لحظة من اللحظات، ولا ينبغي أن يتوهم عاقل فضلا عن عالم أن الكل سيقبل طرحه وسيقبل قوله. إذا كانت البشرية لم تقبل قول ربها وخالقها تبارك وتعالى، وإذا كانت البشرية لم تقبل قول سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد البشرية بصفة عامة، فإذا كانت البشرية لم ترضى عن خالقها بصفة عامة، ولم ترضى عن سيد الخلق بصفة عامة، فكيف ترضى عني أو عنك أو عن أي قائل على الإطلاق مهما كان وزنه ومهما كان حجمه؟ فلن بغي أن ينتظر أحد أن الناس جميعا سيقبلون على قوله على أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. الله. فأرجو أن يبقى الخلاف محصورا في إطار العلم. وأنا أؤكد أن الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى قال بأن الإخوة هم الذين تعاطفوا وانفعلوا وأتوا، وهو لا يرضى بهذا ولا يقبل هذا على الإطلاق، وقد أكد لي هو هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلب منهم ذلك، كان لعل الأمر يعني كأنه فرض فرضا، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتبارك الجميع الموقف. يعني لن أخوض فيه كثيرا طالما هناك مساعي طيبة للتوفيق. سؤالي الأخير في هذه المنطقة، البعض يتهم السلفية بأن هدفها هدم الأزهر الشريف، وأنها أيادي لبعض الدول التي تريد إضعاف مصر، وإضعاف مصر يبدأ من الهجوم وتدمير الأزهر برموزه. كيف يمكن أن ترد فضلتك على ذلك؟ أظن أن الجميع بفضل الله تبارك وتعالى يعلم أنني من أول من ناديت قبل الثورة وبعد الثورة مرات عديدة أن ينضوي الجميع تحت عباءة الأزهر، وأن يعمل الجميع من خلال الأزهر، وأن يفتح الأزهر قلبه وصدره لهذه التيارات كلها باعتباره الحاضن التربوي والمربي لكل هذه التيارات ولكل هذه الجماعات، بحيث تعود للأزهر استقلاليته وسيادته وريادته ومكانته، وأن يكون الأزهر مستقلا عن أي سلطة تشريعية أو تنفيذية، بحيث يثق المسلمون جميعا على اختلاف انتماءاتهم وجماعاتهم في استقلالية فتوى الأزهر وطرح الأزهر ورؤى الأزهر، بحيث يثق الجميع في أن هذا الطرح إنما يراد به يعني إرضاء الحق تبارك وتعالى. حينئذ بفضل الله عز وجل يعني ستحل أنا من وجهة نظري إشكالات كثيرة جدا في هذا البلد. لو طرحت الفتوى من الأزهر المستقل، الأزهر الذي يدين لله تبارك وتعالى ويعمل من أجل نصرة دين الله ثم مصلحة البلد فقط، سيقبل الجميع على فتوى الأزهر وعلى طرح الأزهر على أنه من عند الله تبارك، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. ألا ترى أنه يفعل ذلك الآن؟
أنا أرى أن الأزهر مر بمرحلة ضعف مرت بها الأمة، نعم، وهذا لا ينكره أحد، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستعيد الأزهر من جديد عافيته. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يستعيد هناك بوادر الأزهر طيبة تؤكد، نعم، ذلك مع فضيلة الدكتور أحمد، نعم، طيب. نعم، أرجو أن يستعيد الأزهر عافيته. بالفعل الأزهر دعا السلفيين وذهبنا بالفعل كمجموعة كبيرة جدا من رموز التيار السلفي، وثيقة مهمة جدا جمعت كل الاتجاهات، نعم، والتيارات. فأنا أقول بأن إسقاط الأزهر خطر على الجميع، ولا ينبغي على الإطلاق أن نسقط الأزهر أو أن نسقط دور المؤسسة الدينية الرسمية، وإنما يجب أن ندعمها وأن ننصح لها بأدب وتقدير واحترام لتنهض بدورها وريادتها من جديد، لأن الأزهر إن قام لحلت إشكالات كثيرة في الأمة. لو استقل الأزهر بالفتوى بعيدا عن السلطات التشريعية والتنفيذية، ووثقت الأمة فعلا في طرح الأزهر بأنه طرح من أجل الله ومن أجل نصرة دين الله ثم من أجل هذا البلد، أنا أرى أن جل شبابنا، إن لم أقل إن كل شبابنا، سيقبل ليأخذ بقول العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وأرجو أن يعني تكسر الحواجز بين الأزهر كمؤسسة رسمية وبين العلماء المخلصين الذين فتح الله عليهم وجعل لهم مكانة في قلوب الجماهير وقلوب الشعب، حتى يعلم الجميع أن الكل يعمل تحت هذه الراية وتحت هذه المظلة، وتكسر إلى الأبد هذه الحواجز التي مزقت الصف وشتتت الشمل. ثم أؤكد لحضرتك وللأمة كلها أن إخواننا الذين يعملون بفضل الله تبارك وتعالى لنصرة دين الله وينتسبون إلى المنهج السلفي بفضل الله عز وجل لا يعملون لحساب دولة. ودعني أكون واضحا وصريحا، نحن لا نتحرك لنصرة الوهابية كما نتهم. الوهابية يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام مجدد عالم مخلص نحسبه كذلك لنزكيه على الله تبارك وتعالى، خرج في وقت وقف فيه مع ملك المملكة السعودية، واستطاع بفضل الله تبارك وتعالى هذان الرجلان أن يقيم هذه المملكة العريقة التي لا ينكر فضلها الآن مسلم على وجه الأرض. الشاهد أن هذا الرجل كان إماما مجددا وكان عالما مخلصا، دعا إلى نبذ الشرك بكل صوره وألوانه. فالوهابية ليست حزبا وليست جماعة وليست مذهبا فقهيا، إنما هو إمام يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد. نحن لا نعمل الوهابية ولا ننصر الوهابية، إنما ننصر دين رب البرية، ننصر التوحيد الخالص، ننصر السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أقول، قال الإمام الشافعي وقال الإمام مالك وقال أبو حنيفة وقال أحمد وقال ابن القيم وقال ابن تيمية وقال فلان، أقول قال محمد بن عبد الوهاب، أستدل بقوله ما دام قوله موافقا للحق، وقد يأخذ بها عالم وقد لا يأخذ بها عالم آخر، لا، وقد لا آخذ بقوله في قضية أخرى بعينها، لكن إذا وافق قوله الحق بدليله فأنا لا أرد قول أي قائل يوافق الحق بدليله. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. إذن بماذا تفسر فضلتك الحديث وهذا كلام ذكر وذكره وزير العدل شخصيا عن أموال تأتي من بعض الدول العربية، ذكرت قطر مثلا، لبعض التيارات أو المنتمين إلى السلفية؟ والله أنا لا أعلم هذا، أشهد الله على ذلك، نعم، ولا ينبغي على الإطلاق أن أتكلم بالحدس أو بالظن، فأنا حذرت الآن من إساءة الظن ومن اتهام النيات. طبعا إذا وجد ذلك بالدليل، لا سيما إذا كان الكلام من رجل على رأس جهاز القضاء في مصر، نعم، فعليه أن يحقق في هذه القضية وأن يثبت يعني من أين جاءت هذه الأموال وفيما أنفقت. هذا أمر لا بد من توضيحه للأمة كلها، ولماذا جاءت وأين أنفقت. فأنا أقول إذا كان رأس جهاز القضاء يقول هذا الكلام فعليه أن يتثبت وأن يتحقق، أما أنا شخصيا فوالله لا علم لي بذلك، وأرجو أن يتثبت من هذا لا للسلفيين وللإسلاميين فقط بل لكل التيارات التي تعمل الآن على ساحة مصر، لأنه ربما يكون هذا المال في هذه المرحلة حرجا جدا لنا وقد يكون موجها وموجها، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص يا رب. أستاذ فضلتك هنطلع فاصل ثم نعود لأسئلة عديدة حول رأي فضيلة الشيخ محمد حسان في الدولة المدنية، في المبادئ الدستورية، في الموقف من الجيش والشرطة والقضاء وأشياء أخرى عديدة، وهنتلقى تليفونات حضراتكم.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. أواصل حواري مع فضيلة الشيخ محمد حسان، وهبدأ على طول من الدولة المدنية. رأي فضيلتك إيه في الدولة المدنية؟ لا مشاحة في الاصطلاحات، لا مشاحة في الاصطلاحات. الدولة المدنية، أؤكد للأمة التي تخشى الآن من الطرح الإسلامي أنه لا يوجد على الإطلاق في الإسلام دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي. نعم. أبدا. أن الحكم فيها حكم مطلق لمن يحكمون باسم الله في الأرض، هذا غير وارد في الإسلام، إنما الحكم في الإسلام لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أيدي المسلمين، وليس كما قال البعض أتريدون أن ننزل ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه لنجلسه على منصة مجلس الشعب ليحكم الناس، كما تقولون إن الحكم إلا لله. هذا فهم مقلوب ومغلوط. إن الحكم إلا لله بمعنى أن يحكم الشعب الشعب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج على الإطلاق أن تسن القوانين للنوازل والمستجدات بشرط أن تكون هذه متفقة مع القواعد الكلية والأصول الشرعية لديننا من المنبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا. فلا حرج أن نقول دولة مدنية، أنا لا أجد حرجا في ذلك بمرجعية إسلامية. لا مادة ثانية من الدستور لا حرج أن أقول دولة مدنية بمرجعية إسلامية. أما أن أفرد الدولة المدنية فقط بلا هذا القيد، بلا قيد المرجعية الإسلامية، بلا قيد أن تفعل المادة الثانية من مادة الدستور المتفق عليها، لم يقل أحد فهذا قد يعني يجرنا إلى متاهات خطيرة وإلى متاهات كثيرة. لم يطرح أحد ومصر بفضل الله عز وجل، أنا لا أجد داعيا لهذا الخلاف. مصر دولة مسلمة، ونقدر وجود الأقلية موجودة بيننا من النصارى، وهذه الأقلية مقدرة وتأخذ حقوقها على مدى 14 قرنا، لا يخالف في ذلك اثنان ولا ينتطح في ذلك عنزان. فالإسلام ضمانة عادلة للجميع، للمسلمين ولغير المسلمين. فأنا لا أجد حرجا في اسم الدولة المدنية بشرط أن يكون مقيدا بالمرجعية الإسلامية أو بتفعيل المادة الثانية من مواد الدستور. نعم. المادة الثانية في المبادئ الدستورية اللي وضعها الدكتور علي السلمي في اختلاف عليها من بعض التيارات الإسلامية، كيف تراها؟ التي وللأصحاب الأديان الأخرى حرية الاعتقاد والاعتناق وخلافه. أنا في الحقيقة يعني لا أجد توفيقا في عرض وثيقة الدكتور علي السلمي في هذا التوقيت الحرج على الإطلاق برمتها. لا أجد توفيقا في هذا التقديم في هذا التوقيت الآن. مصر مقبلة على مرحلة حرجة جدا. لماذا التشتيت ولماذا التفتيت ولماذا يعني هذا التناحر والتطاحن؟ لماذا لا نستقر ولا نهدأ حتى تتم العملية الانتخابية بصورة يعني مطمئنة، بصورة لا يعني تصادم فيها ولا تنازع فيها، ثم بعد ذلك تطرح القضايا في حينها وفي وقتها؟ يعني أن نحن الآن في وقت بعيد جدا عن قضية وضع الدستور، ثم لماذا يعني نقفز على يعني إرادة هناك مخاوف هذا الشعب واختيار هناك هذا الشعب؟ مخاوف من البعض ومن القوى التي تشكل مجلس الشعب، فتوضع مجموعة من المبادئ الضابطة أو الحاكمة التي يتفق عليها أو يتوافق عليها الأغلبية. لا، أنا أقدر هذا التخوف جدا، لا سيما في المرحلة الماضية أو لأسباب كثيرة وقعت في المرحلة الماضية. نعم. لكنني أرى هذا التقديم الآن لهذه الوثيقة في هذا الوقت لا أراه موفقا بالمرة، بغض النظر عن مناقشة بنود هذه الوثيقة. ثم يعني يطرح تختار اللجنة التي ستختار من مجلس الشعب، وتضع هذه اللجنة بنود ومواد الدستور، ويطرح الدستور في استفتاء شعبي بعد ذلك على الأمة كلها وعلى الشعب كله. نعم. وبذلك نضمن قبول الشعب كله لهذه البنود التي ستضعها هذه اللجنة المنبثقة عن مجلس الشعب المختار من الشعب نفسه. نعم. وبذلك نخرج من هذا الخلاف، لأن البلد لا تحتمل. عفوا، حرية الاعتقاد والاعتناق، حضرتك مع إتاحة هذه الحرية حتى لأصحاب أي ديانة غير الديانات الثلاث؟ يعني بمعنى يعني أنا أرجو أن تكون الكلمات في هذه الجزئية واضحة. نعم. جدا. ما هذا جزء من المادة الثانية في وثيقة الدكتور علي السلمي. نعم. اللي هو لم يقصر المسألة على الأديان أصحاب الأديان الثلاثة، ولكن قال لكل من يعتنق ديانة. يعني طرحت المسألة، بعض المخاوف قال لك يعني نسمح للبهائيين أنهم يقيموا أماكن لعبادتهم لمن يؤمن بما يشاء أن يفعل ما يشاء، فهناك رفض لهذا الاتجاه. هذا لا يجوز شرعا،
نحن نعيش في دولة مسلمة، وهذه دعوة لفوضى لا يعلم خطرها إلا الله. نحن نقر أن ربنا تبارك وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فأنا لا أكره أحدا على الدخول في ديني، لكن أنا في دولة مسلمة لا يجوز على الإطلاق أن أسمح لكل من أراد أن يظهر معتقدا وأن يتفلت من ضوابط هذا الدين وهو منتسب إليه لا يجوز على الإطلاق لأي منتسب لهذا الدين أن يظهر معتقدا يخالف أصول هذا الدين الذي ينتسب إليه. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، وهو في الوقت ذاته لا يسمح لأحد أن يخرج منه ليقوض هذا الدين من أصوله ومن أساسه ومن أركانه. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه. وأرجو أن يكون الأمر واضحا أن الحكم لولي الأمر ولمن ينوب عنه. فالإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، أما من دخل في الإسلام طائعا مختارا حرا غير مكره ولا مضطر، فليس من حقه على الإطلاق أن يزلزل عقائد وأصول هذا الدين وأصول هذا المجتمع المسلم بالخروج عليه بمعتقد يصادم أصول المعتقد الإسلامي الذي جاء به ربنا، الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. هذه مسألة واضحة. ولذلك ترى في الإسلام حدا يسمى بحد الردة، فلا يجوز لمسلم ينتسب إلى هذا الدين أن يظهر معتقدا يخالف عقيدة الإسلام. أن يظهر، لكن لو آمن بي مع نفسه دون إخلال بالمجتمع حقه. أنا لا أريد فقط أن يتحول مجتمعنا إلى فوضى، هذه دعوة خطيرة جدا. هذه دعوة في منتهى الخطورة على بلدنا في المرحلة المقبلة. لا ينبغي أن تتحول الحرية التي من الله بها تبارك وتعالى علينا إلى فوضى. يعني أرجو أن يحذر الجميع حتى من ينادي بذلك، سواء كانوا من العلمانيين أو من الليبراليين، أرجو أن يحذروا هذه الدعوة لأن خطرها سيعود على المجتمع كله. لا ينبغي على الإطلاق أن يتحول المجتمع المسلم المصري إلى مجتمع فوضوي. لن يقبل أبدا المسلمون في مصر أن يطعن معتقدهم من القرآن والسنة في مقتل أمام عيونهم. أنا شخصيا لن أقبل على الإطلاق، لن أقبل أن يطعن معتقدي وأن يطعن ديني على مرأة مسمع مني أبدا. هو الله سبحانه وتعالى لم يبح حرية الاعتقاد والاعتناق؟ يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أرجو ربما أكون قد لم أوفق في بيان لا الجوائب. لا ربما أنا اللي عزك الله. فأنا بقول فرق بين رجل يعتنق اليهودية ورجل يعتنق النصرانية كأديان سماوية منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ليست محرفة ولا مزورة. أنا أدعوه إلى الإسلام لأن الله أمرني بذلك وكلفني بذلك، وقال جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل للمسلمين. وقال ربنا جل وعلا في أول آية من قرآنه: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب العرب ولا رب المسلمين. فأنا مأمور بأمر ربي وبأمر نبي أن أحمل النور لمن يعيشون في الظلام. كما جاءت أمريكا من أقصى الأرض لتصدر لنا حريتها وديمقراطيتها المشؤومة المزعومة على فوهات المدافع والدبابات، فأنا كذلك من حقي أن أتحرك لدعوة الآخرين إلى دين الحق تبارك وتعالى بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. فإن أبى أن يدخل ديني أقول له: لا إكراه في الدين، أقول له: قد تبين الرشد من الغي، أقول له: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أزعم أنني أحمل مصباحا منيرا أمشي به في الطريق لأضيء الطريق لنفسي، فيتبعني الأستاذ خيري ويتبعني فلان وفلان يريد أن يمشي معي في هذا النور وفي هذا الضوء، فيأتي رجل آخر لا يعشق النور بل ويكره الظلام، يأتي ليخرج علي يريد أن يطفئ المصباح في يدي ويريد أن يحطم المصباح في يدي. هذا ليس من حقه على الإطلاق، لكن من حقه أن يدخل لينضوي معي ليسير معي في هذا الدرب، أو يقول: أنا لن أسير معك في هذا الدرب. هو يرى النور في مكان آخر. في مكان آخر. فأنا لا أكرهه على أن يدخل في ديني. فإذا بلغت وبينت فلا أكره أحدا بعد البلاغ وبعد البيان أن يدخل هذا الدين. وهذا هو المراد بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أما مسلم ينتسب إلى الإسلام، خلي بال حضرتك، مسلم ينتسب إلى الإسلام يريد أن يظهر عقيدة كالبهائية أو القديانية إلى آخر هذه العقائد الكفرية
وأنا أعي ما أقول الكفرية. ولا تعجب إذا قلت لك بأن الذي حكم على هذه الجماعات والطوائف بالكفر هو الأزهر الشريف، ولا زالت فتاوى فضيلة الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى وفتاوى مجمع البحوث الإسلامية موجودة وموجودة عندي في مكتبتي. فأنا أقول لينبغي أن يسمح لهذه الطوائف بدعوى الحرية وإظهار حرية المعتقد أن تظهر في مجتمعنا المسلم، وأن تدعو إلى معتقدها، وأن ترفع صوتها، وأن تطالب بذكر العقيدة أو ديانتها في الهوية الشخصية. هذا سيفكك المجتمع وسيمزق المجتمع وسيصيب المجتمع في مقتل. وهذه دعوة خطيرة جدا، ربما تدعو إلى التحارب وإلى التناحر وإلى يعني إضعاف مجتمعنا المسلم، بل إلى خرابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، حتى لا أكون قد أسأت الفهم أيضا، حضرتك بتقول إن من حق كمسلم في دولة مسلمة أن أدعو أصحاب الديانات الأخرى. نعم. فيفهم من هذا إن من حق أن وجه الدعوة إلى المسيحيين المصريين، وهل من حقهم أيضا أن يوجهوا الدعوة لدينهم؟ يجب على كل أقلية تعيش في دولة مسلمة ذات أغلبية مسلمة أن تحترم ديانة هذه الأغلبية، وأن تقدر مشاعرها، وأن تقدر عواطفها. في الوقت الذي لا ينبغي على المسلمين في هذا البلد الذي يكثرون فيه أن يمنعوا هذه الأقلية من ممارسة دينهم وشعائرهم في حدودهم دون إيذاء لمشاعر الآخرين، كما لا يسمح للمسلمين، لم يسمح للمسلمة أن ترتدي الحجاب في أوروبا، لم يسمح للمسلمين أن يصلوا خارج المساجد في أوروبا، في أوروبا التي تدعي الحرية والديمقراطية. لماذا يعني نقبل الدنية نحن في ديننا؟ أنا لا أدعو إلى يعني إلى العنف ولا إلى، لكن أدعو إلى أن نحترم أنفسنا وإلى أن نعتز بديننا وأن نعتز بعقيدتنا وأن لا نقبل الدنية في ديننا على الإطلاق. كما لا يسمح للمسلمين أن يمارسوا شعائرهم بصورة واضحة، فلماذا ينكر علينا إن قلنا الآخرين في بلاد ذات أغلبية مسلمة أن يمارسوا شعائرهم في الحدود التي لا تؤذي مشاعر المسلمين ولا تنتقص من عقيدتهم ولا من دينهم؟ إذا كانوا شركاء في هذا الوطن، فألا تعتبر حضرتك أن عندما أدعوهم إلى ديني ده نوع من إحداث فرقة داخل هذا المجتمع؟ لا، أنا أدعو الجميع بفضل الله تبارك وتعالى، بما أني مأمور من قبل ربي سبحانه وتعالى، لأن الإسلام جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. لم يحدد ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر أمة بعينها دون أمة أخرى. فأنا كمسلم مأمور بالبلاغ، أنا أبلغ بلاغا عما، أنا أبلغ بلاغا عما عن الله وعن رسوله. فمن اهتدى فلنفسه، ومن شاء أن يبقى على معتقده فأنا لا أكرهه على الإطلاق أن يدخل معتقدي. ولذا أرجو أن تكون المسألة واضحة، لأنها مسألة حساسة جدا. أقول لا إكراه في الدين بعد البلاغ، بعد البيان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما استمدت هذه الأمة خيريتها من سواد عيونها، وإنما استمدت الأمة خيريتها من اعتزازها بهذا الدين وأمرها بالمعروف بمعروف ونهيها عن المنكر بغير منكر وتحقيقها للإيمان بربها سبحانه وتعالى. في هذه الحالة إن بلغت عن الله بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، فليس من حقها على الإطلاق أن تكره أحدا على الدخول في دينها. وهذا هو المراد بقول ربنا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم. أشرف المصري على الفيسبوك بيقول: إيه رأي فضلتك لو اديت صوتي لمسلم لا ينتمي إلى أي فصيل إسلامي، إخوان، سلفي، جماعة إسلامية، وأنا عايز أضيف عليه، ولو ادى صوته لمرشح مسيحي والمرأة مش محجبة؟ أنا أرى أن المعيار والضابط في إعطاء الصوت باعتباره أمانة أن يعطي المسلم صوته للأكفأ وللأفضل في موقعه الذي هو فيه. حتى ولو لم يكن هذا المرشح الذي سيعطيه الصوت منتسبا ومنتميا إلى التيار الإسلامي الذي ينصره، لأن الأصل في الصوت أنه أمانة وأنها شهادة،
ولا ينبغي على الإطلاق أن يتقاعس المسلمون في مصر عن الشهادة ولا تكتموا الشهادة. وأنا أدعو الآن المصريين جميعا من يعني من حقهم التصويت يجب عليهم جميعا أن يخرجوا، لأن خروج الشعب المصري أنا أراه دعامة من أعظم وأقوى الدعامات لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة، لأنه قد يوجد، وأنا لا يعني لا أقف على دليل، قد يوجد من يريد إفساد العملية الانتخابية أو على الأقل تعطيلها، فلا ينبغي على الإطلاق أن يسمح شعبنا لتعطيل العملية الانتخابية في هذه المرحلة الحرجة. وأرى أن الدعامة القوية جدا لإنجاحها أن يخرج الشعب ممن هم أهل للتصويت قانونا ليصوتوا وليقدموا الأكفأ أو الأفضل، لأنها والله أمانة وسنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نقدم الصوت لمن يدفع مالا، ولا وينبغي أن يعلم سماسرة شراء الأصوات بالأموال أن أموالهم التي يأخذها المرشحون أو الناخبون أموال حرام، وينبغي أن يعلم السمسار أن المال الذي يأخذه من المرشح مال حرام، لأن هذا الصوت أمانة يجب علي أن أقدمه للأكفأ والأفضل. من هو الأكفأ والأفضل؟ يختلف باختلاف المكان الذي أرشح في هذا المكان. سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن أمير قوي فاسق، أو على بنفس اللفظ فاجر، أمير قوي فاجر يقود الجيوش، وعن أمير صالح ضعيف، مع أيهما يغزى في سبيل الله؟ قال مع القوي الفاجر، لأن قوته للأمة ولأن فجوره على نفسه، ولا يغزى مع القوي مع الصالح الضعيف لأن صلاحه لنفسه ولأن ضعفه يعود على الأمة. لذا فأنا أقول الآن يجب على المسلمين في مصر وعلى المصريين جميعا أن يرشحوا الأكفأ وأن يرشحوا الأفضل، والأفضل والأكفأ كل بحسب في مكانه الذي وفيه. أنا أختار رجلا مثلا الآن في الجانب الاقتصادي، لا يصلح محمد حسان ولا أمثاله على الإطلاق. أنا أختار الآن رجلا للطب، لا يصلح محمد حسان ولا أمثاله على الإطلاق. ده الشيخ فلان يا أخي لا يصلح. ليس بالضرورة أن أكون مجيدا لكل فن من الفنون، وإنما يجب علينا أن نقدم الأكفأ أو الأصلح. وما أجمل هذه الآيات في آيتين عظيمتين، أستطيع بهاتين الآيتين أن أضع الضوابط والأسس لاختيار المرشحين في المرحلة القادمة. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى أول عنصر القوة، قوة بكل ما تحمل، قوة في البدن، قوة في العقل، قوة في الفهم، القوة في الإرادة، القوة في والأمانة، الأمانة في كل شيء، وما أحوجنا الآن إلى معنى الأمانة. ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى قوة وأمانة وحفظ وعلم، هذه ضوابط تستطيع بفضل الله أن تدرج تحت أي بند من هذه البنود وأصل من هذه الأصول أي صفة تخطر لك على بال، لأنها صفات القرآن المجملة، كلام الحق تبارك وتعالى، القوي الأمين الحفيظ العليم، وكل بحسبه في مكانه الذي هو فيه. نعم، رأي حضرتك في الذين يستغلون المنابر في المساجد للتخويف والاتهامات المرسلة للليبراليين والعلمانيين المسلمين وللسيدات المرشحات غير المحجبات، تمزيق اللوحات الإعلانية في الشوارع، وكلها من أشخاص ينتمون إلى تيارات إسلامية. أنا أرجو ابتداء أن يتحقق من هذا، نعم، وأن يتثبت من هذا حتى لا نخالف ما أصلناه، ألا وهو اتهام، نعم، إذا افترضنا أن هذا يحدث بالفعل. يعني أنا أصل افتراضات خطيرة وكثيرة. لا لا، هناك وقائع حقيقية حدثت يعني في مساجد في بورسعيد وفي بعض الأماكن. أنا فقط يعني أؤكد، نعم، حتى يكون الجواب مني يختلف عن يعني جواب من غيري. فالجواب إذا تثبتنا وتحققنا من هذا، فأنا أقول حينئذ لا يجوز، لا يجوز على الإطلاق. يعني أنا أعبر، وأنا أصلت هذا، أنا أعبر عن رأيي، وإن خالفت الأستاذ خيري أعبر عن هذا الرأي المخالف بأدب، نعم، وأترك الفيصلة والحكم النهائي لشعب مصر الألمعي العبقري. وأنا أؤكد لحضرتك وقلت ذلك، شعب مصر أنا أشبهه ببذور الزهور، ببذور الزهور، بذور الزهور تدفن في الأرض ويوضع عليها التراب والطن، لكنها لا تستسلم، وإنما تشق هذا الطمي وهذا التراب لتخرج في زهرات جميلة وفي ورد زكي ذات عبق أخاذ. هذا هو الشعب المصري، لطالما ظلم ولطالما أهين، لكنه بفضل الله تبارك وتعالى، وأنا لا يضحك عليه أحد ولا يخدعه أحد، والله لا يضحك عليه شيخ، والله لا يخدعه عالم ولا يخدعه حزب ولا سياسي. هذا الشعب شعب عبقري،
ومن يتهم الشعب بأنه لا يعرف الديمقراطية ولا يعرف، هذا رجل يحكم على هذا الشعب بالجهل والجهالة، وربما يكون هو الجاهل، وربما يكون هو الجاهل الذي لا يعرف قدرة هذا الشعب وعبقريته على مدى التاريخ كله. فأنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن يتعدى فصيل على الفصيل الآخر. اترك الحكم للشعب، اعرض ما عندك ودع الآخر. المساجد للدعاية السياسية، لا يجوز أن يستخدم المسجد الآن لعمل سياسي قد يكون سببا في الفرقة وقد يكون سببا في النزاع. لكن إذا وقف خطيب المسجد، وهذا قيد مهم جدا، يحث الناس على المشاركة في الانتخابات، يحث الناس على إعطاء أصواتهم للقوي الأمين للحفيظ العليم، فلا ينبغي على الإطلاق أن يفهم أن هذا يتكلم في السياسة. ثم أنا أبين وأقول الإسلام دين لا يفرق بين العمل السياسي والعمل الأخلاقي والعمل الاجتماعي. الإسلام يقول فيه ربنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وتمزيق الإسلام كإسلام مساجد وإسلام عمرة وإسلام حج، هذه دعوة أيضا لا تصح ولا تستقيم. بل لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أمة إلا وبعث الله تبارك وتعالى فيهم الأنبياء ليسوسوهم، يعني بني إسرائيل بعث الله عز وجل فيها عددا كبيرا جدا من الأنبياء والمرسلين ليسوسوهم بشريعة الله المنزلة. فأنا أود أن أفرق بين دعوة الناس للتهييج وللإثارة وللطعن في النيات وللتحريض ولإثارة الفرقة والخلاف والنزاع، وبين دعوة الناس إلى المشاركة وإلى اختيار الأكفاء والاختيار الأفضل والاختيار القوي الأمين الحفيظ العليم إلى غير ذلك. الحديث عن أن الليبراليين والعلمانيين كفار، لا، هذا قول لا ينبغي على الإطلاق أن يحكم به مطلقا، لا يجوز على الإطلاق أن يحكم به مطلقا. وإنما يجب على كل من يقول قولا يخالف كتاب ربنا ويخالف سنة نبينا أن تقام عليه الحجة الرسالية الخاصة. وفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، وإنما يجب على المقيم الحجة أن يفهمه الحجة وأن يرفع عنه الجهل وأن يرفع عنه الإكراه إن كان مكرها، وأن يبين له الحق بدليله. فإن أصر بعد كل ذلك على مخالفة كتاب الله وعلى مخالفة سنة رسول الله، فحينئذ يحكم عليه من قبل، أنا أرى من قبل هيئة علمية رسمية، والأصل في ذلك أن يكون القضاء وأن يكون الهيئات الشرعية العلمية. ينبغي أن نبتعد في مثل هذه الجزئيات، لأنه فرق بين الحكم بالتكفير على الإطلاق وبين الحكم بالتكفير على معين، فرق بين الحكم بالتكفير على الإطلاق وبين الحكم بالتكفير على معين. إن أردت أن أسقط الحكم بالتكفير على سين من الناس، فيجب علي أن أقيم عليه الحجة وأن أفهمه الحجة وأن أرفع عنه الجهل الذي وقع فيه وأن أرفع عنه الإكراه الذي وقع عليه وأن أبين له الحق بدليله. فإن أصر على قول الكفر حينئذ يحكم عليه بالكفر. إذن إذا تحدث أحد علماء السلفية الآن على إحدى القنوات الدينية وقال إن التضامن مع النشط السياسي علاء عبد الفتاح أيا كان الرأي فيه أنه ملحد ولا يجوز التضامن معه، هذا يعتبر إيه؟ أنا لا أعرف والله، يعني لا، أنا بتكلم عن الاتهام، اتهام يعني شخص بالإلحاد. يعني أنا بقوله يعني أنا أجبت الآن، فرق بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التعيين. على التعيين يعني على معين، على واحد بعينه. إذا أردت أنا وأنا يعني أتقي الله عز وجل في حكمي، أو إذا أردت أن أتقي الله عز وجل في حكمي وأن أسقط الحكم على معين من الناس، أي على واحد من الناس بعينه، فهذه لابد لها من تحقق شروط ونفي موانع. هذا أمر مهم جدا. بل وأنا أقول لا ينبغي أن يتعجل بالحكم على أعيان إلا من قبل هيئات شرعية علمية من العلماء المعتبرين حتى يكون الحكم في محله. وأسأل الله أن يرزقنا السداد والرشاد. طيب ناخد بعض التليفونات. أستاذ مجدي أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. أنا آسف أني سبتك على التليفون شوي. طيب اتفضل يا أستاذ مجدي. جاهل حالي يا فندم. اتفضل يا فندم سؤالك. والله كان لي مداخلة للشيخ محمد حسان، وقبل أن أبدأ أحب أن أزف إليه بشرة. هذه البشرى تقول أن كثير من المسلمين يعلقون عليه الآمال بعد الله تبارك وتعالى. نعم. هذه واحدة. الثانية، الشيخ محمد حسان قال في كلامه أن كل خلاف لم يكن في أصل الملة فهو خلاف معتبر. نعم. ونحن نرى أن إخوته في الدعوة السلفية
الذين ينظرون للفكر السلفي لا يقولون بهذه الحقيقة أبدا، بل يمكنني أن أزعم أن الشيخ محمد حسان نفسه لا يقول بهذه القاعدة على إطلاقها، لأن له موقفا محددا من بعض القضايا التي اختلف معه كثير من المسلمين فيها، كالتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكالاستغاثة بالصالحين، وكالاحتفال بالمولد النبوي، وغيرها من القضايا التي لا تحصى ولا تعد، والتي يجعل الشيخ محمد حسان وكثير من الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية أنها قضايا وولاء وعداء، يعني يوالى من وافقهم فيها ويعادى من لم يوافقهم فيها. فنحن الذين نعقد الآمال على الشيخ محمد حسان نريد منه الآن أن يبين لنا هل هذه القضايا التي اختلف فيها المسلمون، وأقصد بالمسلمين المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يخفى عليه هذا، هل هذه القضايا مما يسوغ الخلاف فيها أم لا؟ هذه واحدة. طب الثانية بس بسرعة عشان معايا تليفونات تانية يا أستاذ مجدي. ماشي، يعني أتمنى من الشيخ محمد. طيب خلينا، لأن ده سؤال وهو أنا ما كنتش حابب ندخل في هذه المنطقة، لكن أنا حسيب فضيلة الشيخ رد عليه لما ناخد أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أحمد، تفضل. خيري. تفضل يا فندم. السلام عليكم على فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. اتفضل سامعينك. بعض الآراء بحب أطرحها، إن حاليا الإسلام السياسي ينطوي تحته مجموعة من الفصائل، الإخوان المسلمين والسلفيين وجماعات إسلامية، والاختلاف بينهم اختلاف فقهي، فلأي منهم سيكون الغلبة؟ ده جزء. الجزء الثاني، في مسلمين صحيحي العقيدة أو صحيحو العقيدة ولهم آرائهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتفق مع صحيح الإسلام، ولكنهم لا يرفعون شعارا دينيا، وهم حاليا أمام اتهامات في دينهم وعقيدتهم، لأنهم ليس لشيء إلا لأنهم يعتبرون أن مسائل الفقه والفتوى فيما يتفق مع والفتوى فيما يتفق مع الشريعة، وما يختلف يكون لأهل العلم والاختصاص في الدين، عملا بقول الرسول الكريم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، وقول سيدنا علي كرم الله وجهه إن القرآن حمال أوجه. نعم. سؤالي لفضيلة الشيخ، ألا هل كل من ينطوي تحت لواء المجموعات، مجموعات الإسلام السياسي، هل يملكون نفس الفقه ونفس العلم الذي يستطيعون به التطبيق الصحيح حتى لنظرية الإسلام السياسي؟ هل لديهم نفس علم فضيلة الشيخ؟ هل الجميع يتفق في نفس العلم؟ أليس من الأصلح والأجدى للإسلام أن يكون هناك مرجعية واحدة تقيم الدين الوسطي، ومنهم فضيلة الشيخ الذي أجله وأحترمه؟ نعم. ولكن أعتقد أن ممارسة الدين بتعدد فقه، بممارسة السياسة آسف، بتعدد للفقه وبتعدد لأوجه فقهية متعددة يدخلنا في حيرة وركة كبيرة. سؤالك وصل يا أستاذ أحمد. أعتقد المرجعية، فضلت الشيخ تكلم عن الأزهر الشريف الذي يجب أن يضم الكل. أنا آسف للتليفونات، معلش. طيب معنا أستاذة هند، أهلا وسهلا أستاذة هند. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. أيوة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أنني عندما أرى وجهك أذكر الله كثيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. الله يسترك، ربنا يبارك فيك. اتفضلي سؤالك يا أستاذة. وأريد الأول أن أهنئ الشيخ على الحج وحمد الله على سلامته، ربنا يسلمك كل سوء. وأرجو منك أنك توضح لي المنهج السلفي بالنسبة للليبراليين والعلمانيين. طيب اوكي. لأنهم يطعنون في الدعوة السلفية وإنها تسير في طريق غير صحيح. طيب شكرا.
شكرا استاذه هند. انا اعتقد ان حضرتك اتكلمت عن العلمانيه والليبراليه، انا لازم اطلع فاصل ونرجع نكمل فيما تبقى لدينا من وقت، لدي اسئله عديده ايضا غير اسئله الساده المشاهدين، نلتقي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، انا بعتذر للاخوه المتصلين لان انا اعتقد ان اغلب الاسئله فضلت الشيخ رد عليها ما عدا السؤال الخاص بالتوسل والاستغاثه، وهذا خلاف كبير لا ارى من خلال هذا البرنامج ان هذا وقته، ولا نسعى الى خلاف ولا شقاق. وفضلت الشيخ من البدايه قال جميعا نحن نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، تجمعنا رساله واحده، نؤمن باله واحد ورسول واحد، فلا داعي للذهاب الى هذه المناطق الشائكه الان، لدينا ما هو اهم في هذه المرحله. توافقنا على هذا سيدي؟ أنا لا أجد حرجا على الإطلاق في طرح أي مسألة الآن بالضوابط التي ذكرتها. نعم. بشرط أن تطرح المسألة أيا كانت. نعم. بفقه الخلاف وبأدب الخلاف، وأرجو في مثل هذه المسائل أن ألا تكون على مستوى العامة، وإنما تطرح في ورش علمية لمناقشة هذه المسائل بين المختلفين والمتباينين، يطرح ما اتفق عليه ابتداء في المرحلة التي نحياها الآن، ويدعم هذا المتفق عليه ويقدم للناس، ثم تناقش هذه المسائل الخلافية التي لن ينتهي الخلاف فيها. نعم. يعني لا تصور أخي الحبيب جزاه الله خيرا أنه بمجرد إجابات الآن على هذه المسائل أنني سأحسم الخلاف وسأنهي الخلاف. نعم. بل سيبقى الخلاف قائما، لكن فقط بلا تكفير. هو أعتقد أنه كان يقصد بلا تكفير. أنا فقط أؤكد على أنه ينبغي أن يقدم كل فريق أدلته، وهو ذكر كلمة كبيرة أن هذا الخلاف خلاف واقع بين أهل العلم، وذكر لفظة المجتهدين، فيطرح الخلاف بين هؤلاء السادة والكبراء بأدب الخلاف وبفقه الخلاف، ولا تصور أحد أيضا أنه بعد حتى النقاش بعد 14 قرن أنه سيحسم هذا الخلاف، وإنما سيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأسأل الله أن يرزقنا الصواب والسداد، وأن يرزقنا التوحيد الخالص والاتباع الصحيح لسيدنا رسول الله، إنه ولي ذلك مولاه. نعم. حضرتك في خطبتك في الخطبة بتاعة منى حذرت من كسر الجيش، أنا زعت جزء كبير منها هنا، من كسر الجيش لأنه صمام أمان، وقلت والله لو كسر الجيش، وقلت مش هتناموا أمينين في بيوتكم في أوضة نومكم، مش هتقدروا تناموا في أوضة نومكم، وحذرت قلت أن اتكسرت الشرطة وأن هناك محاولات للضلع الثالث وهو القضاء، وهذا استهداف لمصر. هذه الكلمة أثارت البعض، يعني أحد الدعاة وجه لحضرتك رسالة قال فاضل كيل، واتهم حضرتك بمغازلة المجلس العسكري وأن لك دور في الدولة مثلما كان لك دور مع النظام السابق. مبررات حضرتك للإحساس بالخوف والخطر الأول؟ نعم. أولا أقول وعند الله تجتمع الخصوم، بداية وعند الله تجتمع الخصوم، وأنا لا أكافئ أبدا من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه، وما عهد عني قط أنني أسأت لأحد من إخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الأدب والصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم أنا أجدد القسم بالله تبارك وتعالى أنه لو كسر الجيش ما أمن أحد في مصر على نفسه. أنا أسأل أي عاقل الآن، ألا يخشى أي مصري الآن في هذه المرحلة على نفسه؟ أنا أسألك أسخير، كلنا خايفين. هل يعيش مصري على أرض مصر لا يشعر بالقلق، لا يشعر بالخوف؟ سيدي وأنا جاي مجموعة خنقوا قرروا يقفلوا الشارع. طيب. بمزاجهم أغلقوا الشارع علينا، وقفونا ساعة علشان نعرف نمشي بلا سبب. أنا أؤكد على هذه الحقائق، وأنا بداية أشهد الله أنني لا أعمل لمنصب سياسي ولا أعمل لكرسي، ولن أكون ما حييت من أصحاب الكراسي على الإطلاق، لا الدينية ولا السياسية، وأنا مش عاوز أبقى لواء في المجلس العسكري لأولئك الذين يتهمون الناس بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أنا أراقب الله عز وجل في كلمتي، أقول بلدنا الآن لمن يعيشون في البلد وهم يعلمون ذلك علم اليقين، لا يشعر الآن أحد بالأمن وبالأمان، ويشعر بالخوف على نفسه، لا يقول لا أقول على أولاده، بل يشعر بالخوف على نفسه. نعم. وعندنا من الأمثلة الكثير، وأنا لا أريد أن أصيب الناس بالخوف وبالقلق، لكن هذا واقع
حدث انفلات أمني في مصر بعد كسر الشرطة لا يستطيع منصف عاقل أن يجهله أو أن يتجاهله أو أن ينكره. بقي الجيش، وأرجو أن يفرق الجميع بين الجيش، بين هذه المؤسسة الوطنية المحترمة المقدرة، وبين المجلس العسكري الذي يحكم البلاد الآن. هم يردون على حضرتك بده، بيقول لك احنا بنختلف مع المجلس العسكري في إدارته للبلاد ليس مع الجيش. بس هذا ما أريد أن أوصله، وهذا ما أؤكده، فرق بين هذه المؤسسة العسكرية المحترمة وبين أن يختلف من يختلف مع المجلس العسكري باعتبار سلطة تقود البلاد في هذه المرحلة، له أن يختلف معه وله أن يبين ما يريده من وجهة نظري بأدب واحترام وتقدير، لا حرج في ذلك على الإطلاق. أنا لا أقول بألوهية أحد ولا أقول بالحق المطلق لأي أحد على الإطلاق، إنما أنا أتحدث عن هذه المؤسسة العسكرية المقدرة والمحترمة التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا في نجاح هذه الثورة. ولو خان هذا الجيش، وأنا كررت هذا ولا زلت أكرره، لكانت مصر الآن غارقة في بحور الدماء وأكوام الأشلاء، والدليل على ذلك ما يجري إلى هذه اللحظة على أرض سوريا وعلى أرض اليمن وغيرها من دول المسلمين. فأنا أحذر ولا زلت أحذر وأعلن ذلك مرارا، وأخاطب الصادقين المخلصين المنصفين في بلدنا أن يحافظوا على هذه المؤسسة، ولينصحوا للمؤسسة العسكرية الممثلة في المجلس العسكري، ولينتقدوا بأدب واحترام، هذا لا حرج فيه على الإطلاق، لأنها قدر الله لهذا المجلس أن يحكم مصر في هذه المرحلة. فليبين ما يراه كل أحد خطأ في جانب من جوانب هذه السياسة العامة، فليبين هذا الجانب بحكمة وأدب، لأن مصر لا تحتمل التصادم في هذه المرحلة. أما المؤسسة العسكرية المقدرة المحترمة وهي الجيش، كسرها سيصيب البلد بفوضى لا يعلم خطرها إلا الله، لازلت أؤكد هذا وسأظل أؤكد هذا. ورب الكعبة أنا لا أقصد بقول هذا إلا وجه ربي سبحانه وتعالى، وأتصور أن أي مسلم أو أي وطني منصف يعيش على أرض مصر يعلم خطورة ما أقوله الآن. الآن أنا لا آمن على أولادي وهم يخرجون إلى المدارس، وكذلك أي مصري، بل وقد لا تأمن أنت على نفسك وأنت في طريقك إلى الاستوديو أن تثبت في وضح النهار بالآلي. أنا جاهز، مجهز نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن هذا واقع لا ينبغي أن يماري فيه أحد. فأنا أقول يا جماعة حافظوا على، يعني ينبغي أن تستعيد الشرطة ثقتها، وأن ترجع الشرطة إلى الشارع مرة أخرى للقضاء على هذا الانفلات الأمني، وينبغي أن نحافظ على الجيش وألا نكسر الجيش، المؤسسة العسكرية من إخواننا وأبنائنا الذين يقفون الآن في الشوارع والطرقات، ولا ينبغي أن يكون مكانهم هذا، وإنما يجب أن يعودوا إلى حدودهم وإلى ثغراتهم، وأنت تعلم أن حدودنا مهددة. فأنا أريد أن يعجل المجلس العسكري باعتباره السلطة الحاكمة الآن، أن يعجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، ليعود الجيش إلى وظيفته. الجيش ما كان أبدا موجودا للسياسة وموجودا للحكم، وإنما موجود لتأمين بلادنا من الداخل والخارج. فأرجو أن يعجل المجلس العسكري بهذه الانتخابات في مواعيدها، وأن تتم المسألة في أقرب وقت ممكن لنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من الشعب بحرية كاملة بلا تزوير ولا تضليل. بل ودعني أناشد الآن من هذا المنبر، وهذه يعني أنا يعني عازم على تفعيلها في الأيام المقبلة، وأرجو أن تساعدني في ذلك، أن تشكل لجان شعبية أو بأي مسمى من المسميات لحفظ اللجان الانتخابية في المرحلة المقبلة. تشكل هذه اللجان من شبابنا وأولادنا في كل حي وفي كل منطقة، لمنع البلطجية من تعطيل الانتخابات. لأنني أتساءل لماذا تثار المشاكل الآن قبل الانتخابات بأيام قليلة؟ هل يراد تعطيل الانتخابات حتى تظل مصر في دوامة لا يعلم خطرها إلا الله؟ أنا أطالب المجلس العسكري الآن بتعجيل العملية الانتخابية وبإجرائها في أوقاتها، وبأن تسلم السلطة في أقرب وقت ممكن لسلطة مدنية مختارة من الشعب المصري العبقري الذكي، وأن يختار بعد ذلك رئيس الجمهورية، وأن يعود الجيش كله بما فيه المجلس العسكري إلى وظيفته الرئيسية لتأمين حدودنا ولتأمين أرضنا في الداخل والخارج. ألا تتفق حضرتك مع بعض الذين يطالبون بترشيع عسكري لرئاسة مصر؟ لا، كفانا ذلك. يعني مصر تحتاج إلى رجل مسلم عاقل يحكم هذا البلد بالعدل والحق، بالعدل والحق. أنا يعني بعض الأصوات الآن تتعالى وتقول مصر لا يصلحها إلا الصوت والكرباك. أصوات كثيرة تتعالى الآن وأنا أقول لا،
لقد أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة إلى عمر بن عبد العزيز وقال له: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استخدام السيف والصوت مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. فقال له عمر: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأنا أقول مصر لا يصلحها إلا دين ربها، إلا دين ربنا، إلا دين نبينا. أنا أعجب لماذا جربت الأمة كل المناهج، لماذا لا تقدم مرة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها الذي ما أنزله إلا ليسعد به البشرية كلها في الدنيا قبل الآخرة. ألا تلاحظ أن البشرية كلها الآن تهذي كالسكران وتئن من الألم وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تبحث عن أي شيء، وفي الحقيقة تملك كل شيء من أمور الدنيا، لكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كل شيء. الحياة البشرية أخي خير من خلق الله، الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله بيد سيدنا رسول الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنت ترى البشرية الآن تتعثر حتى في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الأخلاقي، والأزمة في أوروبا بل وفي أمريكا خير دليل على أن البشرية كلها الآن في أمس الحاجة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تقبل أمة محمد على شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ المشكلة في التنفيذ، النماذج التي قدمت باسم هذا هو الخلل، وهذا ما ذكرته في أول لقاء مع حضرتك. نعم. أنه لا ينبغي أن يحكم على المنهج الرباني والنبوي من خلال أخطاء بعض المنتسبين إلى هذا المنهج. لا ينبغي أن يحمل خطأ محمد حسان للقرآن وللسنة، وإنما يبقى خطأ محمد حسان وخطأ الأستاذ خيري في حدوده الشخصية، ولا يحمل على كتاب ربنا ولا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أنا لا ينبغي أن أقدم الآن نموذجا موجودا للنموذج الإسلامي الذي تطمح إليه الأمة الآن. نحن نريد حاكما يحكم بلدنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا بالحق والعدل الذي يضمن حقوق المسلمين وحقوق غير المسلمين ممن يعيشون بين أظهر المسلمين. حضرتك هتنزل مليونية يوم الجمعة؟ لا، أنا لا أريد في هذه المرحلة الحقيقة يعني هذه المليونيات، أنا لا أريدها على الإطلاق، ولا أريد في الوقت ذاته أن يصادم الدكتور علي السلمي إرادة الناس ومشاعر الناس بهذه الوثيقة الآن. فأنا ذكرت لحضرتك أن توقيتها من وجهة نظري ليس موفقا على الإطلاق، بغض النظر عن مناقشة بنود هذه الوثيقة. نعم. مصر في مرحلة حرجة. أنا أتعجب حقيقة، كلما بدأت الأمور، لا أقول هدأت، بدأت الأمور في طريق إلى الهدوء، تخرج علينا قنبلة فكرية أو قنبلة سياسية لتمزيق الصف الذي بدأ يلتئم إلى حد ما، لا أقول بالكلية. نعم. لماذا هذا الآن؟ فأنا يعني أنا أرى ألا يعني تكثر هذه المليونيات في مرحلة تصاب بلدنا فيها بالشلل الكلي. في الوقت ذاته أطالب الدكتور علي السلم وأطالب المجلس العسكري بإلغاء هذه الوثيقة الآن، أو على الأقل بأن تكون وثيقة استرشادية، بأن تكون وثيقة. هذا الكلام هو الذي يعني طرح اليوم. يعني هذا الذي طرح اليوم. نعم. لا حرج على الإطلاق أن تكون وثيقة استرشادية للجنة التي ستختار من المجلس الشعبي، وليست ملزمة، وليست فوق الدستور، أو ليست يعني فوق اختيار. لكن حضرتك مش شايف أن من المناسب في حالة الاختلاف أو الرفض أن يكون البديل هو المليونية؟ أنا لا أقبل هذا، ولا أرضى بهذا، ولا أنادي بهذا، ولا أقول هذا. وأطالب إخواننا أيضا أن يعني يتريثوا، وأطالب الدكتور علي السلمي والحكومة والمجلس العسكري بسحب هذه الوثيقة، أو على الأقل تطرى على أنها وثيقة استرشادية، ويجلس الجميع لمناقشة بنود هذه الوثيقة، وليختلف الجميع فيما يختلفون فيه، وليصلوا في النهاية إلى صيغة مشتركة لصالح دين الله ثم لصالح هذا البلد في هذه المرحلة الحرجة. هل حضرتك علاقة بحزب النور السلفي؟ أنا لا أنتمي لأي حزب. نعم. وأنا أكدت هذا مرارا وتكرار، لا أنتمي لأي حزب سياسي، سواء كان حزب سلفي أو غير حزب سلفي. أنا رجل دعوة ولست رجل دولة، وسأبقى بإذن الله تعالى خادما للدعوة وخادما للدين، لكن في الوقت ذاته أنا أدعم كل إخواننا الذين يعملون لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ثم لصالح هذا البلد الحبيب إلى قلوبنا جميعا. هل كنت حضرتك شايف أن أتباع المنهج السلفي ليس عليهم الانخراط في العالم السياسي والتفرغ للدعوة؟ لا، أنا يعني اتفقنا جميعا نحن يعني المشايخ أن يبقى العلماء وأن يبقى الدعاة من رموز المنهج السلفي بعيدين عن الانخراط في العمل السياسي.
بمفهومه المعاصر يعني، وأن يبقى الجميع بفضل الله تبارك وتعالى منشغلا بالدعوة إلى الله بالحكمة والرحمة. ولا مانع على الإطلاق عندنا جميعا من أن يشارك بعض إخواننا في هذا العمل من باب تقديم السياسة الشرعية المنضبطة بكتاب الله. هل في دعم للأحزاب السياسية دي؟ لو زي حزب النور الأحزاب اللي بتنتمي إلى السلفية، هل ستجد دعما من علماء السلفية؟ نعم. أعلنها صريحة، نعم ندعم إخواننا جميعا الذين يعملون سواء كانوا ينضمون إلى الأحزاب السلفية أو حتى الإخوان أو حتى من غير ذلك، حتى الجماعة الإسلامية، حتى الجماعة الإسلامية ندعم. نعم. الأصلح وندعم الأكفأ، وهذا الكلام أرجو أن يكون واضحا. نعم. يعني نحن لا ندعم المسمى، نحن لا ندعم المسمى ولا ندعم الاسم. نعم. إنما ندعم الأكفاء وندعم الصالحين وندعم المصلحين ممن يبدو لنا أن هؤلاء يصلحون في هذا المكان. وسيلة الدعم إيه؟ قد يكون الدعم معنويا لأننا لا نملك إلا الدعم المعنوي. نقول للناس والله نرى فلانا ممن يصلحون لهذا المكان. يعني الملايين بيحبوا الشيخ محمد حسان، هل ستنصحهم بأن يختاروا مرشح حزب النور أسماء محددة لا تنتخبوا فلان، ولا كيف ستكون؟ أنا الدعم؟ أعلنت ذلك فعلا وقلت يجب عليكم أيها المسلمون جميعا بغض النظر عن انتماءاتكم أن تختاروا الأكفأ والأفضل والأصلح سواء كان ينتمي إلى حزب النور أو إلى غيره ما دام يعمل لنصرة دين الله ثم لصالح هذا البلد. لا يتعرض. هذا هو التأصيل الذي ينبغي أن يكون الآن بعيدا عن التعصب والتحزب والتقولب. في الواقع الدعم اللي حضرتك بتقوله بيتنافى مع ده. هذا هو دعمي. نعم. يعني هذه صورة دعمي، وكذلك دعم إخواننا من أهل العلم. نعم. يقولون اختاروا الأكفأ والأفضل والأصلح حتى ولو لم ينتمي إلى حزبكم الذي يعني تنتسبون إليه أو تعملون تحت رايته. هذا هو التجرد، لأنها شهادة لله تبارك وتعالى. يعني قد يتقدم الآن رجل من إخواني من أهل العلم ومن أهل الفضل ليشغل مكانا معينا هو لا يجيده، أنا لو اخترت هذا الرجل قد أكون خائنا في الشهادة. ولا تكتم الشهادة. نعم. هذه مسألة في غاية الأهمية، يجب أن أكون أنا أمينا في اختيار من أدين لله تبارك وتعالى بأنه الأكفأ والأصلح ما دام هو رجل بفضل الله على الإسلام يعمل على دين وعلى خلق ويعمل من أجل نصرة هذا الدين والتمكين لدين الله ثم لصالح بلدنا الحبيب إن شاء الله. حضرتك لو اخترت واحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية اللي مطروحين حاليا، من أقربهم إلى عقلك؟ أتصور أن باب الترشيح للرئاسة لم يفتح بعد، وهذا جواب واضح. هو مش واضح خالص، هو معناها ان حضرتك الرئيس المنتظر لم يترشح. لا، انا بفضل الله نحن متفقون ايضا في مجلس شورى علماء المسلمين وفي الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح على انه لا ينبغي ان ينفرد شيخ من الشيوخ في هذه المجموعتين الكبيرتين برايه في الشخص الذي سيرشح لمنصب كبير كقياده مصر القامه والقيمه، وانما يجب ان يكون قولنا بفضل الله تبارك وتعالى قولا جماعيا، حتى ولو كان احدنا في هاتين الهيئتين الشرعيتين مخالفا لراي المجموعه فيبقى ان يخضع الجميع بفضل الله رأي المجموع. وأسأل الله أن يولي مصر الصالحين المصلحين يا رب. فضلت الشيخ وعدني أنه هيكون معنا قريب إن شاء الله أثناء الانتخابات، هيتكرم علينا ويكون معايا في حلقة، هتكون هناك أشياء كثيرة ظهرت، أسئلة كثيرة لم أستطع أو ما أسعفنيش الوقت. كتير من السادة المشاهدين كانوا طالبين لفضلت الشيخ يدعي، أنا هستأذنكم مش هخليها دعاء، أنا عايز كلمة أخيرة تنهي بها الحلقة للذين يقطعون الطرق والذين يغتصبون والذين يسفكون الدماء والذين يروعون الناس في مصر، وتقول لشباب مصر يعملوا إيه؟ يعني فقه المرحلة الآن يقتضي أن نعمل مخلصين لله تبارك وتعالى على بناء هذا البلد، وأن ندعو جميعا إلى التكامل بدلا من التآكل، وإلى التناصح بدلا من التقاذف، وأن نعمل جميعا كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. لا يمكن أبدا أن تنمو بلدنا وأن ينتعش اقتصادها من جديد بعدم العمل وبترك أماكن العمل وبقطع الطرقات والاحتجاجات. أنا أقدر أصحاب المطالب وأصحاب الحقوق، لكن لا ينبغي أن يختزل ظلم سنوات طويلة ماضية للمطالبة بإلغائه بالكلية في أشهر قليلة ناحياها أو في أشهر قليلة مقبلة. أدعو الجميع إلى العمل، وفقه المرحلة يلزمني أن أقول للجميع اعلموا أن نجاح العملية الانتخابية المقبلة متوقف بعد فضل الله تبارك وتعالى على خروجكم أنتم، فكن إيجابيا ولا تكن سلبيا، واعلم أن صوتك أمانة ومسؤولية كبيرة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا تكتم الشهادة،
فلا تكتم شهادتك وأعطها من تدين لله تبارك وتعالى بأنه الأكفأ وبأنه الأفضل في مكانه الذي هو فيه الذي تريد من خلاله أن يخدم هذا الدين وهذا الوطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يجعل غدنا أفضل بكثير من يومنا ومن أمسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمين. تصبحوا على خير.